الابعاد دومينيك بينه وبين داوودا وصراع سينيغالي، صراع سينيغالي ما بين داوودا وميندي، ميندي وداوودا، محاولة محمد داوود، محمد داوود ممكن الآن المستوري، ممكن هدف شرعي شرعي شرعي، هدف للنجف وعن طريق حازم المستوري، حازم المستوري يتسبب بإلقاء هدفين والآن يسجل هدف لفريق النجف في مرمى الكهرباء. حازم المستوري أي تمريرة، أي سحر من محمد داوود، محمد داوود يهيئ كرة على طبق من ذهب لحازم المستوري، والمستوري لم يكذب خبر ويسجل هدف أول لفريق النجف، هدف لغزلان البادية، وهذه المرة الهدف شرعي تماما، الهدف شرعي، حالة التسلل غير موجودة، حالة التسلل غير موجودة، وعلى مسؤوليتي حازم المستوري يسجل أول أهداف المباراة بمرمى فريق الكهرباء، يحقق الأفضلية بالنتيجة والأداء فريق النجف على حساب الكهرباء، ويتوج هذا الأداء لفريق النجف على حساب الكهرباء بهدف وعن طريق التونسي حازم المستوري، ويصل إلى هدف الرابع مع النجف في فترة الانتقالات الشتوية قادما من الدوري التونسي. هدف لمصلحة فريق النجف هذه المرة، هدف لا يلغى، الهدف لم يلغى لأن المستوري في وضع صحيح ويسجل هدف أول بعد ما انسل من خلف المدافعين لفريق الكهرباء ويعلن افتتاح التسجيل من خلال هذه اللحظات، هدف أول للنجف على حساب الكهرباء، على حساب الكهرباء. هم عشاق ومحبي النجف، جمهور النجف وديمي داوود اللي كان يطالب بخطأ بعد الاشتراك مع مواطن دومينيك مندي، دومينيك مندي في الصراع السنغالي اللي حسم الصراع السنغالي لدومينيك مندي، وبعد ذلك تهيأت الكرة لمصلحة فريق النجف، ومحمد داوود اللي هيأ كرة وأسست أكثر من رائع عن طريق اللاعب محمد داوود للمهاجم حازم المستوري اللي أعلن عن افتتاح التسجيل للنجف في مرمى